ونبقى في ريف حمص وتحديدا في قرية الديبة بريف الأقصير التي أعاد إليها جيشنا الباسل الأمن والأمان ويسر عودة الأهالي إلى منازلهم بعد أن بدأت ورش الصيانة بإعادة تأهيل الخدمات في القرية. هو الحنين إلى منازل لطالما سكنت قلوب أصحابها كما سكنوها، وهي إرادة في متابعة الحياة رغم كل الظروف التي شاءت لأقدام الإرهاب أن تمر من شوارع قرية الديبة. هذه القرية التي تقع شرقي مدينة الإقصير وتبعد 15 كيلومترا عن الإقصير المدينة، إليها دخل المسلحون ونشروا الرعب والخوف في قلوب أهلها وهجروهم من قريتهم، لكنهم عادوا بفضل الجيش العربي السوري. هاي الديبة. شو صار عندكم هلا؟ صار عنا نحن ساعة 2 بالليل ما شفنا غير هالمسلحين بكميات دخلت على الضيعة. هجروا الأهالي، طلعوا بسرعة الناس، الأولاد روعوا، الأطفال النساء، ركبت الناس وهربت برات الضيعة. بعد يومين رجع الأمان والأمن الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري. والحمد لله رب العالمين. هلا الورشات بلشت تشتغل. وليك اعادة الكهرباء والدور وجب المي والناس. شو الاغراض اللي عم تنزلها؟ والله عفش بيتنا وكنا مهجرين. ايه اجت مجموعات ارهابيه مسلحه فاتت المنطقه وطفشت العالم وكنا بالعاليات واستقبلونا اهل العالمي. وهلا جاي راجعين على بيوتنا الحمد لله. يعني الوضع صار امان بالضيعه؟ الحمد لله الوضع امان بوجودكم، بوجود الجيش السوري. الوضع الحمد لله بخير. هلا الحمد لله امبارح لليوم تمام. بس قبل كان مكركب. شو عملوا ببيتك المسلحين؟ فات بيجي 100 بيجي اكثر بيجي 50 حرامات لهب اكل شرب كله تعفس تعفيس كله ما تم عنا شيء خالص كله طلعوه وقربوه ومي ما فيه كبوا وشيلوا. قذائف المسلحين والارهابيين اللي اجوا هون فجروا بالقريه. يعني من اول ساعه نعملك يا شباب انتم على اساس مارقين من هوني؟ قال لا نحن مثل ما خربنا القصيم نخرب الديبي. الحمد لله رب العالمين فضل الشباب الطيبه جيش فضل الجيش رجعنا والحمد لله والشكر. كيف الوضع صار هون؟ الحمد لله تمام امان واطمئنان ونحن بدنا نرجع للامان والاطمئنان وغير هيك ما بدنا. هدول المسلحين الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم هجرونا شحروا ايامنا ولكن سرقونا حتى كمان. الحمد لله رب العالمين بالف خير كثير الحمد لله والحمد لله ورحنا على جوارينا العاليات والحمد لله وجبونا وكرمونا ورجعنا بصحتنا كلنا واهل النزهه ما حد قصر طريقنا. الحمد لله رب العالمين ان نهارين هون مطمنين. هي فرحه بالنصر وأمل بعودة الحياة كما كانت إلى كل مكان من تراب سوريا الغالية. بالتدريج يعود الأهالي إلى بيوتهم في قرية الديبة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان إليها. من قرية الديبة بحمص لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم.